رجعنا لكم مرة تانية لهو مباشرة، ودايما في نهارك سعيد بنبتدي دايما فقراتنا باستعراض أهم عناوين الصحافة. فالنهاردة النهاردة في الاستوديو الصحفي محمد طلعت الهواري، صحفي بجريدة المصري. صباح الخير يا محمد، صباح ازيك، أخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. يلا نبدأ سريعا من جريدة المصري اليوم. الداخلية تحاصر الداخلية. من الشروق الصفحة الأولى: المحامون يترقبون لقاء طنطاوي لإنهاء أزمتهم مع قضاء. اليوم السابع: الإخوان يتخلون نهائيا عن شعار إسلام هو الحل. عايزين نتكلم ده في تفاصيل لو سمحت. المصري اليوم الصفحة الأولى: بدء حملة تأييد المشير رئيسا للجمهورية. جريدة الأهرام الصفحة الأولى: القضاء يلزم الحكومة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في السفارات. المصري اليوم الصفحة الأولى: البلطجية يحتلون 6 أكتوبر. الأهرام الصفحة الأولى: غدا تسليم الجاسوس جاربيال مقابل 25 مصريا. المصري هو ده جاربيال اللي اتمسك في التحرير؟ ده إيلان. إيلان جاربيال. المصري يوم الصفحة الأولى: إغلاق باب الترشيح يفتح أبواب الخلافات في الأحزاب والعليا للانتخابات، 862 قائمة و 8627 مرشحا للشعب والشورى. جريدة الشروق الصفحة الأولى: الإسلاميون يتقدمون في أول انتخابات شفافة في تونس. النهارده المفروض نتيجة الانتخابات بتاع تونس صح؟ ولا كانت امبارح؟ هو المؤشرات المبدئية يعني بتشير إلى أن الإسلاميين هم اللي تقدموا في الانتخابات. طيب. يعني حتى يلا نبدأ بقى على طول من جريدة المصري اليوم: الداخلية تحاصر الداخلية. يعني إحنا أمام اعتصام وسلسلة من الوقفات الاحتجاجية قام بها أمناء وأفراد شرطة في أمام وزارة الداخلية وأمام مديريات الأمن في المحافظات، ووصل الأمر إلى حد اقتحام بعض الأماكن زي اقتحام مديرية أمن البحر الأحمر، وان بعض الاقسام خلت تماما من الامناء وافراد الشرطه زي اقسام الغردقه على سبيل المثال. ايه المطالب يا محمد؟ مطالب الامناء ايه؟ في مطالب تتعلق بجوانب ماليه ومعيشيه، وفي مطالب اخرى تتعلق بوزاره الداخليه نفسها. يعني تتعلق في من بعض المطالبات بيطالبوا باقاله وزير الداخليه اللواء منصور عسوي وتطهير الوزاره من رجال حبيب العدلي وزير الداخليه الاسبق. من ضمن المطالبات أيضا فكرة أن يكون في بعض الحقوق في العلاج في مستشفيات الشرطة على درجة جيدة من العلاج، وتقديم حتى أدوية أفضل من اللي هم بيتلقوها حتى الآن. نفس الحكاية مطالبات تتعلق بالسلاح، يعني إنه المفروض أنه بيسلم سلاحه بعد ما بيخلص الوردية بتاعته أو المناوبة بتاعته، ولكن هم عايزين السلاح يبقى معاهم طول الوقت علشان لو لقى أي حاجة في أي وقت يقدر يتعامل معها. يعني في مطالبات الحقيقة كثيرة جدا. وقيل أن هذه المطالبات لم تنفذ، وبالتالي لجأوا إلى سلسلة من التظاهرات ثم الاعتصام أمام وزارة الداخلية في وسط البلد. بس أنا سمعت كمان أن في بيان طلع من وزارة الداخلية بيحاول أن هم يقولوا الأمناء بنهاء الاعتصام. بتهيألي هو البيان طبعا شديد اللهجة للغاية، وتحدث على فكرة أنه هيتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتصمين باعتبارهم متغيبين عن العمل، وفي نفس الوقت كان بيناشد أمناء الشرطة وأفراد الشرطة الرجوع إلى الخدمة، لأن الفترة اللي احنا فيها لا تحتمل تخلي أي أحد عن موقعه. على الرغم من ان طبعا يعني شايفين بقى حتى الناس العاديه الطبيعيه يعني العاديين بيبصوا للموضوع من ناحيتين، بيبصوا من ناحيه ان الناس دي ليها فعلا حقوق وان هم من حقهم ان هم يطالبوا بيها، ولكنهم يعترضون على مبدا الاعتصام. البعض الاخر يجد انهم طب هم عايزين ايه؟ يعني هم دلوقتي دي مؤامره بقى، انت عارفه طبعا نظريه المؤامره بتشتغل عندنا بسرعه اسرع من اي حاجه، يعني قبل ما نفكر اصلا لازم نتكلم في نظريه المؤامره، وان دي مؤامره واحنا داخلين على الانتخابات، وإذا كان أمناء الشرطة معتصمين دلوقتي أمال مين بقى اللي هيأمن الانتخابات؟ والحكومة عمالة تتكلم إن احنا هنأمن الانتخابات وإن احنا ما عندناش مشكلة وإلى ذلك. في كل الأحوال هم ليهم مطالب ومطالب مشروعة، ولازم يتم التفاوض أو إنهاء هذا الاعتصام بطرق جيدة، والطريقة الجيدة الوحيدة هي اتخاذ قرارات جريئة وثورية في نفس الوقت. صحيح. لأن احنا مللنا من المسكنات. نرجع تاني ونقول ان احنا امام حالة من الاعتصامات في اكثر من مجال وامام اكثر من ازمة في الوقت الحالي. يجب ان يكون لدى الحكومة المصرية، واحنا قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا، يجب ان يكون هناك ادارة للازمات، ادارة حقيقية للازمات. ادارة الازمات لا تتعامل برد الفعل، ده صحيح، ولكنها تتوقع ماذا قد يحدث وتتعامل معاه من المنبع قبل ان يحدث اصلا. وللاسف الشديد احنا متاخرين جدا في هذا الامر في مصر. ده فعلا متاخرين جدا. جريده الشروق الصفحه الاولى:
المحامون يترقبون لقاء طنطاوي لإنهاء أزمتهم مع القضاء. إحنا دلوقتي بقالنا حوالي 10 أيام في الموضوع ده. في بعض الاعتراضات من المحامين على مشروع قانون السلطة القضائية المقترح حتى الآن، خصوصا المادة 18 اللي بتتكلم على أن من حق القاضي أنه هو يقوم بحبس المحامي في حالة أنه هو يرى أنه يؤجل أو يعرقل سير المحاكمة. وده طبعا أثار المحامين للغاية، وقاموا بعدد من الوقفات الاحتجاجية ومظاهرات، وتطور الأمر إلى إغلاق محاكم ومنع العمل فيها. وفي نفس الوقت القضاء كرد فعل على الكلام ده هم كمان علقوا العمل في عدد من المحاكم في الوقت اللي احنا طبعا ناحيتين دلوقتي. فبقى الموضوع من الناحيتين. الأزمة احنا شايفين انها بتتفاقم. المستشار حسام الغرياني رئيس القضاء الأعلى كان بيتكلم في فكرة انه اصلا كان معارض لمسألة المادة 18، في نفس الوقت مجموعة من القضاة بتقول طب يا جماعة هو المحامين دلوقتي بيعترضوا على قانون هو لسه مقترح، هو لسه لم يتم إقراره، فبالتالي لا يحق لهم الاعتراض عليه. ولكن خلونا نقول ان احنا المحامين والقضاء هم جناحي العدالة طبعا، واي مشاكل او ازمات بين الطرفين هي تؤثر على سير العدالة. احنا يعني من غير اي حاجة احنا بنشتكي ان العدالة في هذا الوقت يعني الى حد كبير جدا بطيئة شوية وغير ناجزة، فاحنا مش عايزين اي شيء يعكر صفو هذا الامر. وان كان منتصر الزيات المحامي قال ان هو تلقى اتصالات من اللواء منصور عيسى وزير الداخلية والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، وقال له فيها او قيل له في هذه الاتصالات بان المجلس الاعلى للقوات المسلحة لن يقر مشروع قانون السلطة القضائية الان، ولكن سوف يؤجله الى ما بعد انتخابات مجلس الشعب. ده مش مفهوم يعني، ده في حد ذاته مش مفهوم. ده كان طلب اساسي من المطالب الموجوده قبل الانتخابات، ان هو يكون بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى. يبدو ان في حاجات كتير جدا هيتم تاجيلها الى ما بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى. ازاي اذا كنا عايزين انتخابات بجد يعني، ازاي ده ما يكونش موجود قبليها؟ طيب خلاص، عشان واحد اعصابه الصبح. عندنا برضو فيما يتعلق بقى بالانتخابات، الاخوان يتخلون نهائيا عن شعار الاسلام هو الحل. دي تصريحات على لسان الدكتور محمد سعد الكتاتني اخيرا في جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله، وقال ان الجماعه ستختار شعار اخر وهو من اجل خير مصر او خير افضل لمصر، وهيتخلوا عن شعار الاسلام هو الحل. الشعار ده احنا لو رجعنا لبعض التصريحات حتى اللي صدرت على لسان رئيس اللجنه العليا للانتخابات المستشار عبد المعز ابراهيم، قال ان هو لن يسمح باي شعارات ولا اي احزاب على اسس دينيه كمان، على اسس دينيه. وقال ان شعار زي شعار الاسلام هو الحل، اي حد هيرفع شعارات دينيه سوف يتم استبعاده من الانتخابات. ويمكن كانت صدرت بعض التصريحات تحديدا على لسان عزب مصطفى القيادي في الجماعه وقيادي في حزب الحريه والعداله، وقال لو تم استبعاد اي من المرشحين بناء على الشعار بتاعنا هو الاسلام هو الحل هنبوظ الانتخابات. وبعد كده رجع محمود غزلان القيادي في الجماعه وقال ان هو بيعتذر عن هذه التصريحات ان كانت صدرت. يعني عامه احنا من بدايه ثوره 25 يناير واحنا مع تصريحات الاخوان المسلمين، يوم تصريحات ايجابيه جدا ويوم تصريحات سلبيه ويوم كل يوم بحاجه. فاحنا بنتمنى بس يعني يكون في قانون يصدر، القانون اللي يصدر ده هو يتم احترامه، يتم احترامه. يعني اذا كانت الجماعه تتحدث عن عدم الالتفاف على يعني ما اقره الشعب المصري في التعديلات المصريه، فاعتقد كمان ان هم لازم يلتفوا. بنتمنى طبعا، بنتمنى لان دي اول انتخابات حقيقيه لمصر، فبنتمنى ان هي تطلع بصوره أكيد كويسه. اكيد طبعا. مصر اليوم وبدأ حمله لتأييد المشير رئيسا للجمهوريه. انا متهيألي في بوسترز في الشارع موجوده في بعض الميادين، في بعض الميادين في رمسيس وعبد المنعم رياض وفي القائد ابراهيم كمان في اسكندريه. تأييد المشير رئيسا للجمهوريه مع الاستقرار، يعني ده اللي يعني انا قريته وشفته. هم ايه يعني؟ هم مجموعه من المواطنين وعاملين حمله، وهذه الحمله بتتخذ اسم ليها وهو مصر فوق الجميع، وبيقولوا ان احنا هنعمل حمله توقيعات الى 1,000,000 توقيع في محاوله للضغط على المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه للترشح للانتخابات الرئاسيه لفتره واحده. ولكن مش كان في بعض التصريحات من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان القوات المسلحه مش هتقدم اي مرشح للجمهوريه؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه رئيس الجمهوريه نفسه، إن الفتره الماضيه مش بس في بعض المواطنين ولكن في بعض نقول ايه المفكرين السياسيين وبعض كتاب الرأي
كانوا بيتحدثوا عن لماذا لا تصدر حتى الآن الأحكام العرفية، لماذا لا يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحكام العرفية ويطبقها. البعض الآخر قال إن هو يرحب، كثير قال الحقيقة إن هو يرحب بحكم عسكري في مصر لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بل إن بعض الكتاب الرأي في بعض الصحف قالوا إن هم عايزين يسموا المشير محمد حسين طنطاوي رئيسا للجمهورية. ولكن في كل الأحوال ده لو حطينا قدامه التصريحات المتكررة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحتى على لسان المشير محمد حسين طنطاوي، قال أكتر من مرة إن إحنا بنسعى لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة بنزاهة وشفافية، وبكده يبقى قدموا يعني درس حقيقي لكل اللي بيتحدث. من ناحية تانية إن أكتر من زي ما حضرتك قلتي برضو فكرة إن إحنا لن نتقدم بأي مرشح للرئاسة، أو كمان إن هم لا يتدخلوا لدعم مرشح على حساب آخر. في كل الأحوال المجلس العسكري وكل السادة قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجب أن يكونوا في شكل حيادي جدا جراء ما يحدث على أرض الواقع من عملية سياسية، ولا يجب ألا يكون أطراف في ذلك، وده احنا اتكلمنا فيه كتير جدا، قلنا لا يجب أن يكون طرف في عملية سياسية. النقطة الثانية برضو أعتقد دي نقطة مهمة، طيب في حالة أن هذه الحملة لم تستطع أن تجمع 1,000,000 توقيع فأعتقد ده هيسبب حرج مفيش داعي منه، ولكن أعتقد أن احنا في خلال 48 ساعة اللي جايين هنسمع أو هنشوف بيان من المجلس على القوات المسلحة ردا على هذا الأمر. بنتمنى. جريدة الأهرام الصفحة الأولى، والقضاء يلزم الحكومة بتمكين المصريين بالخارج في التصويت في السفارات. يمكن دي حاجة بقالنا كتير أوي، بقالنا كتير جدا بنتمناها يعني، ولكن حسمها القضاء الإداري وألزم الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في السفارات. ولكن البعض هنا بيتحدث عن نقطة تانية غاية في الأهمية، ألا وهي علشان أنا أعمل الكلام ده أنا محتاج أغير بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر كمان، يعني وهنرجع في حاجات تاني. هنرجع شوي. تاني غير كده بقى، هنرجع تاني لنفس الكلام اللي احنا قلناه في مسألة قانون السلطة القضائية، وهو أن في اتجاه لتأجيل هذا القانون إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى. تمام، فإذا كنا نتحدث عن تعديل مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، فهل ده أيضا هيتم تأجيله إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى علشان يتم مناقشته في البرلمان المنتخب الجديد، أم أننا سوف نتخذ قرارات أو نصدر مرسوم قانون من المجلس العسكري بيعمل هذه التعديلات، ومتى سوف يتم إجراء هذه التعديلات؟ الانتخابات على الأبواب، وبموجب هذا القرار يجب أن يشارك المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى وانتخابات الرئاسة. فأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى سرعة جدا في يعني إقراره وإعداده على أسرع وقت ممكن.